الحقيقة إنه من ضمن أبرز المشاهد اللي تابعناها كلنا امبارح هو خروج ملايين المصريين في ميادين مصر للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وده نتيجة أو نتيجة تلبية لنداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع. حقيقة جمانة كانت مشاهد كلنا تابعناها، المصريين في مسيرات حاشدة، تظاهرات شعبية في ميادين مختلفة في أكثر من محافظة وفي أكثر من مكان، العنوان الرئيسي ليها كان وقف العدوان على أهلنا في غزة وتأييد موقف السيد الرئيس من القضية الفلسطينية. تهجير الفلسطينيين من الضفة تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع، خرج ملايين المصريين في ميادين الجمهورية المختلفة للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، وراح ضحايا الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء. وتحت شعار الشعب يريد تحرير فلسطين وبالروح والدم نفديك يا أقصى، ردد المصريون في تظاهراتهم هذه الهتافات رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية. كما شهد معبر رفح المصري مسيرات لمواطنين مصريين مطالبين بدخول المساعدات المصرية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وثمن المشاركون في مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 مايو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أدى المواطنون صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطيني في الحرب الغاشمة التي يشنها قوات الاحتلال وأسفرت عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين. كما أكدوا مساندة موقف الدولة المصرية الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب. كما واصل الشباب هتافهم بساحة معبر رفح من الجانب المصري مطالبين بفتح المعبر، وردد المتظاهرون بالروح بالدم نفديك يا أقصى، افتحوا معبر رفح، أدخلوا المساعدات، تحيا مصر، مصر مع أهل غزة. ورفع المتظاهرون علم مصر وعلم فلسطين، وشارك في المسيرات التي نظمها شباب التحالف الوطني أهالي شمال سيناء وسيدات وأطفال صغار. وأكد المشاركون في المسيرة تضامنهم ودعمهم لموقف الدولة، وقالوا لا لتهجير أهالي غزة لسيناء، ومعا من أجل حل القضية الفلسطينية، وهتف المتواجدون فلسطين عربية مؤيدين لقرارات الرئيس وداعمين له. كما تم أداء صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجداً من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية عقب صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل وأن يعجل برفع الكرب عنهم. كما احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة بصحن المسجد للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلن أعضاء وقيادات أحزاب الحركة المدنية دعمهم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بشأن الأزمة الفلسطينية. وأكدوا أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور هام للغاية، والموقف الرسمي في مصر يدعم القضية الفلسطينية مع التأكيد على رفض أي محاولات للتهجير، مشيرين إلى أن مشهد الحشود في الميادين هو تأكيد على رفض المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية. وبذات القوة والحماس تفاعلت القوى السياسية مع الأحداث وعقدوا مؤتمرات وجلسات طارئة ليتم إعلان موقفهم بوضوح
أمام العالم، وهو دعم الموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية، مع التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً وإدانة الاعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.